أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في اليوم السادس من جولتنا المتواصلة في تفاصيل وفعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة. الأفلام التي شاهدناها في برمجة اليوم تبدو وكأنها اختيرت لتوضع في يوم يبرز أو بالأحرى يبرز من خلاله الأداء العالي لعدد من الممثلين. وفي هذا الإطار أبتدئ بالحديث عن فيلم قرية بلا أطفال لرضا جمالي، المخرج الإيراني رضا جمالي، الذي يتحدث عن مخرج يعود إلى قريته بعد 20 عاما ليكفر عن خطيئة أو بالأحرى عن خطيئتين ارتكبهما إزاء نساء مدينته. الخطيئة الأولى هو أنه طلق زوجته لأنه اعتقد أنها عقيمة ولا تنجب أطفالا. أما الخطيئة الثانية والأكبر فهي أنه أقدم على إنجاز فيلم وثائقي عن نساء تلك القرية ليبرهن أو بالأحرى ليبرر قراره بطلاق زوجته، وليؤكد أن نساء هذه القرية عقيمات ولا ينجبن. كاظم، هذا المخرج يعود إلى القرية حتى يصور فيلما يؤكد فيه أن سبب العقم لسنا النساء وإنما الرجال، بعض الرجال هم العقيمون. أشرت في البداية إلى أهمية الأداء والتمثيل العالي عند بعض الممثلين، وفي هذا الفيلم بالتحديد ثمة شخصية رائعة، وهو الشخص الذي يختاره المخرج كاظم ليكون دليله ومساعده للوصول إلى نساء القرية حتى يسمحن له بمحاورتهن. هذا الدور اسمه مسلم ويؤديه ممثل متميز ورائع، أعتقد أنه سيكون ضمن الأسماء التي ستناقشها لجنة التحكيم الدولية برئاسة أوليفر ستون. هناك كما قلت عدد كبير من الممثلين الذين قد يكونون ضمن قائمة الترشيح للأفلام للأدوار أو بالأحرى لجائزة أفضل ممثل، بالإضافة إلى هذا الممثل الذي اسمه حمد الله سليمي، هناك آدم بيسا من فيلم حركة للطفي ناثان، المخرج المصري لطفي ناثان، وهناك أيضا أبو بكر بن صايح، وهناك الممثل أو النجم الفلسطيني الكبير صالح بكري الذي يؤدي دورا هاما وجديدا مرة أخرى في فيلم المخرجة المغربية مريم توزان القفطان الأزرق. إلى جانب الأفلام، كان اليوم هو يوم الحوارات مع النجمة العربية، النجمة المصرية العربية يسرى، التي منحها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة جائزة الإنجاز الإبداعي لمجمل الإنجاز الفني. استمعنا إلى يسرى وهي تتحدث عن هذه الجائزة. يسرى حصلت على عدد كبير من الجوائز خلال مسارها الفني، وقالت أنها حصلت حوالي على 80 جائزة، لكن هذه الجائزة بالتحديد التي منحت إليها في جدة لها خصوصية خاصة. لنستمع إلى ما قالته لنا حول هذه الجائزة. تكريم قيمته، أنت بتتكرم مع مين ومين اللي معاك وفين وازاي؟ ممكن يبقى فيه تكريمات كتيره جدا. يعني انا يعني لو جيت قلت لك مثلا ان انا واخده اكتر من 80 جايزه في حياتي، بس في تكريمات ليها خصوصيه زي النهارده او زي المره دي في جده. قبل كده مثلا لما تم تكريمي في مراكش، ده تكريم عالمي. تم تكريمي في واشنطن، كنت انا المصريه الوحيده. تم تكريمي من يعني في حاجات ليها قيمة زي المرة دي. انت النهاردة انا اتكرمت النهاردة
فزت يعني قامات عظيمة جدا عالمية في السينما، سواء كانت سينما أجنبية أمريكية أوروبية هندية كورية مصرية عربية، فأنا اتكرمت في وسط العالم، فده كانت القيمة العظيمة اللي هم قدموها لي.